حين يدور الحجر المخصص لهرس حبات الزيتون في هذه المعصرة، فهو أيضاً يدور بنا إلى الخلف، ينقلنا عبر التاريخ في مدينة عنابة لمعصرة بن عابد التقليدية التي أنشئت في ثلاثينيات القرن الماضي. هذه معصرة تقليدية شراها جدي في 1930، كانت بكري تمشي بلا موتارات، كانت بالهوايش. احنا يحكمها بابا ربي يرحمه عدل لها دارها موتارات، وإحنا نكملوا معها دركة بالتقليد الانسيان ومصغر، وإحنا فتسمى لازم نكملوا فيها بربي إن شاء الله تقعد أفي هنا في عنابة. بعدي من عند الشايب، والشايب من عند جدي، وهاي ماشية. نحطوا الزيتون في الرحى، نرحيوا بالحجرات هكا فيها، ومن بعد نحطوه للبسان كاين الكفايف هذوك، نحطوه في الكفايف، من بعد طلعوه في البراس يهبط الزيت في البسان، ومن بعد نهزوه من البسان هاو نديوه للخبية درك. استخراج زيت الزيتون عبر الأسطوانة الحجرية دون معالجة كيميائية عملية جعلت عشاق الزيت يفضلونها، إضافة إلى تخزين الذي يتم بطرق تقليدية في براميل خشبية. العمال يجيبوا لنا زيت المعصور من هنا، يجيبوا لنا عجينة نحطوها هنا في المعاصر في المخازن، هذه في المخازن هنا نحطوها حتى يصفى، ومن بعد نهزوه من هنا يقعد يصفى، نجيبوه هنا للبتية هذه يصفى نحطوها هنا ونبيعوا للزبائن، كي يجيو الزبون نمدوا له الزيت. مني كبرت وديت لقيت هالمعصرة دي، وكان والدينا يديمونها قبل، ولينا قعدنا احنا نتبعوا هنا، والزيت يعني زيت حمليه. من انا نعرف ملي كنت في الاستعمار، نعرف ملي كنت من نعرف التالي، نعرفها من بكري. معصرة بن عابد قبلة العنابيين لاقتناء زيت الزيتون نظرا لجودته وسعره ومذاقه.